الجنجي بالتحل الوف مالك خالد الحلاس ابو العاطف مدربين اسطبلات الحلاس قيادة ستكون لتزيو حصل هذا الحصان على بطولة قانا الجليل هنا على هذه الأرضية بدي أشوف الشوط يعشق أرضية قانا الجليل ها هي الخيول بدأت الدخول إلى أرضية الميدان الجنجي متواجد معنا سيكون بقيادة تاور الفحل تاور الأفرزينة الملك الحاج أبو رامي غرفات المدربين صبلات أبو منصور قيادة ستكون لزنور الفحل الوهاد الملك خالد حلاس المدربين اسطبلات الحلاس قيادة ستكون لأحمد أبو جبل ليتبقي لدينا إدخال رسل مع نادر الطرابين استعجلنا شوية نادر لا ما شاء الله سبيد تاور في رصيده أربع بطولات في عدة ميادين عندما كان في جيل السنتين والثلاث سنوات عملية الإحماء مع صقر الحجيرات ذكور بسم الله ما شاء الله الجنجي بطل هذا الميدان ميدان قانا الجليل في عام 2017 العام ما قبل الماضي شوط الكبار العمالقة مع الخيال بزيو جنجي يخرج بعملية الإحماء هو أيضا بطل الوهاد يخرج بعملية الإحماء أحمد أبو جبل لاستبلات الحلاس مالك خالد حلاس أبو عاطف من أبي الليل شباب الله يرضى عليكم اللي على عند خط النهاية مشكورين لحضوركم يعني هنا في ميدان قانا المنظمين تعاونا معنا جميع الخيول خرجت بعملية الإحماء الجنجي لحظات معدودة تفصله عن إنهاء دورة الإحماء بطل الوهاد ما يزال عند الصيادين والرماطير في البلاد
التور الجنجي وبطل الوهاد، ثلاثة مشاركين في هذا الشوط، تنافس على عرش شوط الكبار هنا في قانا الجليل في الجولة الأولى انطلاق الدوري. مدات الخير الكارت تجي بالمدرسة، ما تفوت على الصف من هزمت الوقت برا يركض وراك استاذ خالد. الاحباء وهي جميعها وصلت عند جهاز الانطلاق، نقطة الانطلاق لشوط الكبار الذي يجمع ثلاثة احصنة ابطال نافست في بعدة ميادين ومضامير على البطولات. سبيد تورى بطل بعدة مضامير ايضا، هو شارك ونافس العمالقة هنا في قانا الجليل بعدة مواسم. جنجي كما ذكرت بطل مغبار قانا الجليل في عام 2017، بطل الوهاد ايضا هو بطل هنا في قانا الجليل في عدة مواسم وحائز على مراتب اولى كثيرة وعديدة. جميع الأحصنة داخل جهاز الانطلاق لتفتح الأبواب أمام شوط مسك الختام. وفعلا إخواني ينطلق شوط مسك الختام على بركة الله بسم الله ما شاء الله، انطلاقة موفقة للأحصنة. بطل الوهاد أحمد أبو جبل متصدر المجموعة، جنجي بالمراتب الثانية مع إبسي وسبيد تاور، وطرق بازن نور بالمراتب الثالثة. الأحصنة في مجموعة واحدة بقبالة دخولها المنعطف الأول. المنافسة تشتد ما بين الثلاثية، بطل الوهاد جنجي وسبيد تاور، الأحصنة ما بين المنعطفين، ما يزال بطل الوهاد وجنجي حصل على رأسه. سبيد تاور يدفع من الخارج بازن نور، إلا أن الجنجي ما يزال متحفظ بالمرتبة الأولى. الخيول دخلت الخط المستقيم، الجنجي سبيد تاور وبطل الوهاد. النزاع ما بين الجنجي وسبيد تاور على المرتبة الأولى. جنجي وسبيد تاور، بل هو الجنجي بسم الله ما شاء الله حسب النتيجة منذ الانطلاق مع الخيال بزيرو. سبيد تاور بالمرتبة الثانية مع صنور وبطل الوحادة بالمراتب الثالثة مع الخيال أحمد أبو جبل. مدرب خالد حلاس من اسطبلات الحلاس بسم الله ما شاء الله. جنجي ويستحق أن تستقبلوه استقبال الأبطال للجنجي إبزيو. هو الآخر يمتعنا اليوم بشوطين رائعين هنا في قانا الجليل. توجه يا شباب من ميدان ومن عام إلى عام، أتمنى لك التوفيق بزيو، حماك الله أنت وجميع الفرسان. وبيك حبيبي أنا عيد، عمي عيد الله يرضى عليك كل عام بخير حبيبي عيد حبيبي. إذن يا جنجي بطل هذا الشوط، يتوج هذا الشوط أحمد أبو جبل الفارس الخلوق. وللتصفيق للجنجي يا شباب، مبروك ابو العاطف خالد الحلاس من عملين من اسطبلات الحلاس، مبروك لبسيو صح. سبيد تاور للمالك الحاج ابو رامي غريفات. سبيد تاور للمالك الحاج ابو رامي غريفات
ياتي بالمراتب الثانيه مع الخيال سبيد برغم الانطلاقه الغير موفقه ولتصيب سبيد يا شباب. مبروك للحج ابو رامي غريفات، مبروك الف مبروك. المرتبه الثالثه كانت بسيطه فقط الوهاد مع الخيال احمد ابو جبل. نوفر ان شاء الله الذي لم يحظى بالمراتب الثلاثة الاولى لنا لقاء ان شاء الله بعد اسبوعين الى حين. لكم منا كل التمانين والسلام عليكم ورحمة الله.